طيب قال لي شكلها المفروض ان انتوا شفتوا الشكل ده في العملي، مش هنجو ان ديتيلز، وكل المطلوب منكم ان انتوا لما يجيلكوا سلايد على الميكروسكوب في ترايكومونس ايدنتيفاي، تقول ان اللي انا شايفاه قدامي ده ترايكومونس فاجينالس تروفوزويد. ده بالنسبه للعملي. بالنسبه للنظري مفيش افضل من ان انا لما تتحط قدامي الصوره اتعرف عليه، اعرف ان ده شكل الترايكومونس فاجينالس تروفوزويد. نيجي بعد كده اصابات بالبروتوزوا دي موجوده في كل حته في الدنيا. البارازايت ده بيعيش فين في جسم الانسان؟ اولا عارفين ان هو بيبقى في الصوره الاكتف اللي اسمها التروفوزايت. لو الاصاب بالترايكومونس ده في بين، فالبارازايت بيعيش بين ان ذا فاجينا اند يوريثرا اوف ذا فيميل. لو الاصاب بالترايكومونس ده ميل، البارازايت بيعيش في اليوريثرا والبروستيت اوف ذا ميل. تمام؟ يبقى الهابيتات ده مهم جدا ان انا اعرفه، ومهم قوي ابقى عارفه ان التروفوزايت ده الانفكتيف ستيج، وان البارازايت ده عمره ما يعمل سيست ستيج. تمام؟ يبقى مهم المعلومه دي ان هو نيفر بيكامز اسيست، وان التروفوزايت دي هي الانفكتيف ستيج. المود اوف انفكشن ازاي؟ التروفوزايت ده ملوش كيس يحميه، فلازم يبقى الانفكشن دايركت من العيان للسليم. يبقى الترايكومونس فاجينالس المود اوف انفكشن يبقى during sexual intercourse من الانفكتد بارتنر للاذر بارتنر. تمام؟ نيجي بعد كده بقى الجزء المهم لنا كدكاتره. ايه الاضرار اللي بتحصل لما بنصاب بالترايكومونس فاجينالس والعيان بيجي لنا يشتكي من ايه وشكله ايه؟ هنبتدي الاول لو الانفكتد هيومن بالترايكومونس البارازايت بيعيش زي ما قلنا في الفاجينا او ذا فيميل، بتبقى تروفوزايتس اتاتشد للميكوزا او ذا فاجينا، بتعمل ايه؟ بتفيد على الميكوزا وبتموتها، فبيحصل لها سلافينج. ودايما اي تلوث في جسمنا بتبقى لاين بالاكسيليال سيلز، فالاكسيليال سيلز دي هتقشر وتقع، يحصل لها سلافينج وتنزل مع الفاجينا ديسشارج، افرازات الفاجينا او ذا فيميل. يبقى اللي انا قلته ده الباثوجينيسيس. طيب الفيميل هتيجي تشتكي تقول ايه؟ لازم نعرف ان نص الفيميلز اللي بيبقوا انفكتد بالترايكومونس ما بيدوش اي اعراض ومش حاسين ان هم انفكتد. تمام؟ النص الثاني بقى بيدي اعراض، بتبقى عباره عن ايه؟ بتيجي الفيميل للدكتور تقول له انها عندها ديسشارج، ديسشارج ده بروفيوز يعني كميته كبيره، له اودر. بتبقى الفيميل دي حاسه بيرنينج سنسيشن، بتبقى حاسه بين during sexual intercourse. دايما اليورينال سيستم بيبقى افكتد، فبيبقى عندها frequency of urination وعندها ديسيوريا، يعني في difficulty في اليورينيشن. دي بتبقى معظم الشكوى اللي بتروح بيها الفيميل للدكتور، وزي ما قلنا مش كل اللي بيبقوا infected بالترايكومونس بيجيب these symptoms. طيب الدكتور بالاكزامينيشن هيشوف ايه؟ هيلاقي فعلا ان في ديسشارج كميه كبيره نازله من الفاجينا، هيلاقي وول اوف ذا فاجينا انفليم والفالفا اوت سايد اولسو از انفليم. دي الصوره بتاعه الانفكتد فيميل. تاني نص الفيميلز مش بيدوا اي سيمتومز، النص التاني السيمتومز بيبقى مينلي زي ما اتفقنا ديسشارج كميته كبيره، بروفيوز، هاز ان اوردر، بيبقى في burning sensation، في itching، في pain during sexual intercourse. كل دي كلام اللي بتقوله الفيميل تو الدكتور. وبرضه بيبقى لو الاكسيليا بتاع اليوريثرا affected هتكون عندها frequency of urination وفي difficulty في urination. نيجي بعد كده نشوف لو حصل ال infected human is a male، هنلاقي برضه ان معظم الميلز ما بيدوش symptoms، يبقوا infected مفيش symptoms. السيمتومز بتيجي امتى؟ احنا اتفقنا البارازايت بيعيش فين اساسا؟ في الميل، في اليوريثرا، برضه اتاتش للميوكوزا. عند الليفل ده ممكن معظم الميلز ما يدوش سيمتومز ومش حاسين ان هم انفكت. لما التروفوزايت تكستند وتطلع للبروستات، تطلع هاير اب في الجينيتال سيستم اوف ذا ميل، يبتدي السيستم يحس باعراض ويبتدي يروح للدكتور يشتكي. فدلوقتي نبقى عارفين لو الانفكتد هيومن از ا ميل، السيمتومز ابير لما الانفكشن يوصل البروستيت او ابر مور اب ان ذا يورينري جينيتال يورينري سيستم. هوريكم كده دايجرام
جينيتال سيستم، يورو جينيتال سيستم، نفتكر كده مع بعض، دي اليوريثرا ودي البلادر ودي البروستات ودي الفاز ديفرنس اللي هتوصل تحت كده السوالين، ده اسمه الابيدرمس، واللي تحت دي التستس. الانفكشن دي بتدي فين؟ التروفوزويتس بتاع ترايكومونس فاجينالس بتبقى موجوده في اليوريثرا. At this level هو مش بيشتكي من حاجة، لما تكستند اب وتوصل البروستيت هنا يبتدي يشتكي، لما تكمل وتمشي في الفاز ديفرنس لحد ما توصل للإبيدادمس هيبتدي العيان يشتكي. تمام؟ طيب هيشتكي يقول إيه؟ برضه هيشتكي من ديسشارج، يعني بس ما بيبقاش زيك، يبقى فيري ثين، لأنه هو عبارة عن الميوكس اللي بتفرزه الإبيثيليال سيلز، وبعدين بيشتكي يوريا يعني في ديفيكولتي في اليورينيشن، وبيلاحظ ان بيحصل يورينيشن ديورين سليب ات نايت، ده بنسميه نوكتوريا. يبقى النوكتوريا ديسيوريا وسيم ديسشارج دي الكومبلين بتاعت الليل، ونبقى عارفين ان الدكتور بالاكزامينيشن هيلاقي لما يبرس على البروستات هيحس انها اللارجر، والعيان بيحس بين فتقول ان البروستات تندر، والابيدرمس بتبقى انفليم. دي برضه اون اكزامينيشن الدكتور هيلاحظ الحكايه دي. يبقى ايه المشترك في الانفكتد بين وفيميل؟ ان في ديسشارج. يبقى لما الدكتور عاوز يتاكد ان الانفكتد فيميل دي عندها ترايكومونس او الانفكتد ميل ده عنده ترايكومونس، بيبعت اللاب المعمل، دي الاماكن اللي اول ما يوصلها البارازايت ويبتدي العيان يدي سيبت. طيب نشخص ازاي؟ قلنا بالديسشارج هيبعت البيشنت الميل او الفيميل للاب، والدكتور في المعمل بياخد الديسشارج دي ويبتدي يفحصها. الديسشارج دي بتبقى جايه منين؟ يا اما الفاجينا ديسشارج بيبقى فيه دروبس، يا اما البروستاتيك ديسشارج بيبقى في المعمل الدكتور بتاع المعمل بيعمل مساج للبروستات بتنزل شويه دروبس كده، هي دي البروستاتيك ديسشارج يفحصها. يا اما بياخد عينه يورين لو البارازايت اكستندد اليورينال سيستم، وبيدوره في السنتريفيوج يفحص السيدمنت تحت الميكروسكوب. في كل الاحوال هو عاوز يشوف الترايكوبونس تروفوزايت في الديسشارج. ممكن لو خد الدروب دي سواء فاجينال او يوريثرال او بروستاتيك او يورين هيشوف البارازايت دي عينه من فاجينال ديسشارج او فيميل، ده شكل الترايكومونس تروفوزايت، شايفين؟ بتبقى شكلها فير شيب، وعلى فكره دي ابيثيليال سيلز اللي هي سلافي مقشره ونسلت، ده شكل التروفوزايت. الدكتور على طول بتاع التحاليل اول ما يشوف المنظر ده وادي الفلاجيلا بتاعتها تتحرك بيها، بس دي لازم الدروب دي تبقى اميديت، لو ركن الدروبس دي شويه البارازايت ويل داي وهيتطور نفسه بقى ما يفرقوش عن الباست سيلز. فاهم حاجه immediate examination of the discharge، شايفين هنا طورت نفسها بس ستيل تتحرك وادي الفلاجيلا بتاعتها، والسايز بتاعها بيبقى تقريبا قد السايز بتاع الجارديا لام، بس دي زي ما قلنا نازله فين؟ يا اما فاجينال ديسشارج، يا اما نازله في يوريثرال ديسشارج، يا اما بروستاتيك، يا اما يورين بعد ما نعمل له سنتريفيكيشن ونفحص السبب. تمام؟ يبقى دي اول وسيله باخد الديسشارج وافحصه على طول تحت الميكروسكوب. طب افرضوا كميته قليله وفحصت نقطه ثانيه والدكتور مش متاكد قوي، الانفكشن قليله، ممكن ياخد الديسشارج ده ويحطه في مزرعه كلتشر عشان يكتر البارازايت، وادي اهو الديسشارج ده الايميديت، يا اما يحطه في كلتشر وبعد كده ياخده بسبوك وتشوفوه زي ما بتشوفوه سلايد في البراكتيكال كلاس. الكالتشر بيخلي البارازايت برضه لان بيبقى حاطط فيه حاجات مغذيه للبارازايت، فبتبقى الحركه بتاعته سريعه وقويه. ادي شكل الترايكومونس تروفوزايت بعد ما زرعها في كالتشر، بيبقى فيري اكتف والفلاجيلا اللي هي بتتحرك بيها بتتحرك، بنقول عليها جيركي موفمنت، ترعش كده. يبقى دي وسيله ثانيه بشوف بيها الترايكومونس، يا اما هاخد الديسشارج افحصه immediately، يا اما اكتره في كالتشر، يا اما بقى زي ما اتفقنا قلنا ممكن ايه ما ادورش بقى على الباراسايت، ادور على الانتيجنز الافرازات بتاعته. بالتكنيكس اللي كلكم بتاخدوها الديتيلز في المايكرو، يا اما بالاليزا النيومو اسي، يا اما احطها
اليورين سيلنا، بشوف البارازايت ازاي، يا اما افحصه مباشره تحت الميكروسكوب، يا اما اكتره ان احطه في كالتشر، يا اما ادور على الافرازات بتاعه بالاليزا او الاميولوفلوريسنت مايكروسكوب. ودايما احنا بنحط بقى الوسيله اللي هي اكثر تكلفه ومش موجوده في كل المعامل، اللي هي ادور في الديسشارج ده على الدي ان اي بتاع ترايكومونس فاجينالس. ده كل المطلوب مننا نعرفه بالنسبه للترايكومونس فاجينالس. اتفضل لنا، خلاص احنا شخصنا العيان ده او العيانه دي عندها ترايكومونس، ايه الدراج اوف تريتمنت؟ التريتمنت هنلاقي ان احنا بندي نفس الدواء اللي احنا اديناه في علاج الانتاميبا والبالانتيديوم كولاي والجارديان. مين فاكر اسمه؟ ميتروميدازول. بالظبط، تمام. بس هنا لو كتبنا دي هناخد نص النمره، لازم نبقى عارفين ان البارازايت ده بيتنقل باي سكشوال انتر كورس فروم ذا انفكتد بارتنر لذا الاذر، فلازم الاذر بارتنر ياخد التريتمنت ات ذا سيم تايم، تمام. يبقى عشان اخد الفول مارك لازم اقول اسم دراج، ولازم اقول المعلومه المهمه دي ان الاذر بارتنر شو تيك ذا دراج ات ذا سيم تايم. اللي عاوزين نعرفه بالنسبه للترايكومونس فاجينالس انها بتنتشر في الايدج الصغير ما بين 16 to 35 years، ده بيبقى الايدج بتاع في سكشوال اكتيفيتي بتبقى ات بيك، وبيبقى اكثر في الفيميلز اللي مش بيهتموا بالهايجين، بيرسونال هايجين بتاعتهم. فبالتالي لازم نبقى عارفين ان احنا لما نحب نعالج ترايكومونس لازم نعالج بوث بارتنرز، ولازم يبقى في روتين اكزامينيشن بحيث ان احنا نكتشف الناس اللي مش مدين سيمتومز سواء ميلز او فيميلز ونديهم التريتمنت. وفي حاله لما بيبقى في وان بارتنر عنده الانفكشن دكتورز كان بريسكرايب كوندوم عشان ما يتنقلش التروفوزويد فروم وان بارتنر تو ذا اذر. ده كل المطلوب ان احنا نعرفه بالنسبه للترايكومونس فاجينالس. في اي استفسار في السؤال في البروتوزوا دي؟ I think ان هي فيري ايزي. طيب نيجي بعد كده ننقل على مجموعه ثانيه البروتوزوا اللي احنا قلنا بتبقى عايشه فري ليفنج في النيتشر في الطبيعه، يعني بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في الميه، اي نوع من الميه، ميه حلوه، ميه مالحه، ميه انتجين، بتبقى موجوده في التربه المبلوله مويست سويل، بتبقى موجوده في النباتات المتحلله، مالهاش دعوه بينا خالص. دائما ان في تو اوف ذيم كان فات مان، التو اوف ذيم دول اسمهم ايه؟ واحده اسمها ديكلاريا فاولراي والثانيه اسمها اكانثاميبا. تاني ديكلاريا فاولراي واكانثاميبا. ذيس تو بروتوزوا في الاصل هم بيبقوا في نيتشر مالهمش دعوه بيهم. لو حصل ان واحده من دول دخلت من سكه معينه هنقولها دلوقتي it will cause disease in man. لازم نفتكر ان النجلاريا فاولراي موجوده فين في الطبيعه؟ بتبقى في الميه وفي الاير، بتبقى موجوده في شكل ايه؟ في شكل اكتف اسمه تروفوزويد. التروفوزويد بتاعها اهو بيتحرك بالسودوبوديا، وبعد شويه ممكن التروفوزويد يغير شكله ويعمل الشكل ده تطلع فلاجيلا. يبقى التروفوزويد او الاكتف ستيج بتاع النجلاريا ممكن ياخد شكل الانيبويد فورم، وبعد شويه يجي يعمل شكل فلاجيليت وقاعد في الميه او في الهواء وعمال يجي شويه كده وشويه كده وعايش حياته في النيتشر ملوش دعوه بينا خالص. لو الجو بقى مش مناسب له ممكن يعمل سيست فورم، يهدى شويه لحد ما الظروف تعجبه ويبتدي يرجع تاني يتحول للتروفوزويد. يبقى ده شكله في النيتشر، في الطبيعه حوالينا، قلنا في الميه، في الهواء، في اي حته. نيجي للاكانثاميبا اللي هجبنا هو الستيج الانيبويد فورم بتاعة التروفوزويد ستيج، الستيج اللي اسمها الانيبويد. الاكانثاميبا بتبقى برضه موجودة في الووتر والاير، وده الاكتف فورم. التروفوزويد بيطلع عشوائي كده سباينز، وبرضه لو الجو ما عجبوش يعمل سيست يهدى شوية وبعدين يرجع تاني التروفوزويد. ودول موجودين في النيتشر بالشكل ده. خلاص السلايد ده احنا فهمناه، نبتدي بقى نشوف احنا اللي يهمنا ايه. بالنسبه للنجلاريا اللي بيهاجمنا الانيبويد فورم هو ده اللي بيخش في السمات بتاع التروفوزويد. بالنسبه للاكانثاميبا برضه الايه التروفوزويد هو اللي بيهاجمنا، هو الانفكتيف ستيج، تمام؟ مش السيست زي البارازايتس او البروتوزوا اللي قلناها قبل كده. نيجي بقى نشوف النجلاريا. اول حاجه عاوزين نعرفها ان في
الاصابات في حتت في واسعه. على فكره احنا مصر ما اعتبرش عندنا رجال يعني الحمد لله، لانها انسفيتر زي ما حواليك. يبقى هي موجوده في حتت مختلفه في الدنيا. الانفكشن بتيجي ازاي؟ شايفين؟ دي اهم حاجه، بتبقى في السويمنج بولز اللي بيبقى مش مهتمين بالكليننج بتاعها، وبالذات السويمنج بولز اللي بيسخنوا فيها الميه. الميه بتاعت البيسين لما بتبقى دافيه ده بيبقى جو فيفربل للفري ليفنج اميبا انها تقعد وتمالتي بلاي وتنفكت ذيس كايند اوف فود. يبقى دي اول ميثود، ومعظم الاصابات كانت بتبقى في الاطفال اللي هم بيروحوا السويمنج بولز اللي هي بتبقى زي ما قلت لكم مسخنين الميه. كمان اي حد هيجي يتشطف يتوضا اي حاجه ميه كونتامينيتد ممكن البارازايت يدخل. وبعدين اي حاجه استنشق قاعدين في حته مش نظيفه والهواء ملوث بالفري ليفنج اميبا لو استنشقنا برضه هيدخل. هتدخل منين بقى؟ عمال اعمل كده ثرو ذا نوز. خلاص؟ يبقى الانفويد ستيج بتاع الكلاري هتدخل ثرو ذا نوز. وانا كده داخله في الميه على النوز على طول، وانا بغسل وشي تدخل ثرو ذا نوز. طيب من النوز هتروح فين؟ دايركتلي على البرين وتعمل ديفيوز مننجو انتفالاتس انفلاميشن في البرين والمننجيز، وتاخد كل البرين بالشكل ده كل البرين. حاجه طبعا فيري سيريس. يبقى كده لخصنا ايه اللي بيحصل بالظبط. يبقى لازم عشان اي حد فينا يتعدي من الجلاديا اساسا لازم يبقى in contact with contaminated water. water contaminated بالجلاديا and void stage. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ دي صوره موجوده عندكم في الكتاب بتقول ايه بقى؟ ان الميه دي contaminated يعني فيها كل الستيجز قاعده الجلاديا عماله تتحرك، شويه تعمل amoeboid شويه تطلع فلاجيلا تعمل سيست وتفضل تتحرك. مين اللي بيقدر يدخل جسمنا؟ الاميبويد ستيج. يعني لو الفلاجيليت فورم او السيست عايزه تدخل لازم الاول تتحول للاميبويد، وهو ده اللي عنده القدره للانفيد. بيدخل ازاي؟ بيدخل الاول على النيزل جلوكوزا تمام؟ وبعدين يكمل يدخل على الكريبري فورم بليت، وبعدين يكمل ماشي على الاولفاكتوري نيرف، ويوصل للبرين والمننجيز ويعمل فيها ديفيوز انفلاميشن، والبرين تيشو هيحصل فيه هامورج والنكروزز. طبعا حاجه فيري سيريس. يبقى اللي انا قلته ده الباثوجينيس. الباثوي يدخل ازاي؟ تاني من الديورنج سويمنج الانيبويد ستيج هي دي الانفيسيف ستيج اللي بتقدر تعمل انفيجن، تدخل ثرو نيزل ميوكوزا كريبي فورم بليت اولفاكتوري نيرف تو ذا برين اند مننجيز. العيان هيجي بقى يشتكي بايه؟ هيشتكي من اهم حاجه هيدك، عنده فيفر. العيان ده عنده ستيفنس في النيك ماسلز، يعني يقول لك الدكتور رقبتي مخشره مش قادره احركها يمين وشمال. يشتكي من كونفالجنز، ده معناه ان خلاص الانيبويد فورم اتاك البرين والمينجيز تمام؟ يبقى دي اول حاجه ممكن تاثر على سنترز مثلا في البرين، يبقى السنس اوف سمال تيست تحس انها متغيره. والحاجه الخطيره في النجلاريا ان الاعراض بتبقى بسرعه بسرعه، يعني الدكتور مثلا جاب العيان النهارده لسه عدوى الانفستيجيشن لسه هيقول طب دي ايه سببها، عمال يشاور مع نفسه كده في اربع خمس ست ايام يكون العيان داخل في كوما اند دايت. يبقى هي دي اوحش حاجه. خلاص؟ يبقى الرابيد ديتيريوريشن اوف ذا بيشنت هي دي اوحش حاجه بالديس انفكشن. العيان يروح للدكتور بالصداع والستيفنس والحاجات دي، يدخله الهوسبيتال عبال ما يبتدي يفكر ايه الانفستيجيشن يعملها، يكون البيشنت دخل في كوما اند دايت. عشان كده بنقول الانفكشن بالنجلاريا بتعمل ديزيز اكيوت يعني حاد فالمنت يعني سريع الانتشار، رابيدلي فيتال يعني بيموت بسرعه. دي كده السيكونس بتاعت اي حد بيتصاب بالنجلاريا فاولر. طب نيجي للاكانثاميبا. الاكانثاميبا دي قصتها ايه؟ الاكانثاميبا دي ممكن تاتاك البرين وممكن تاتاك الاي، يعني ممكن تخش عن طريق ايه؟ نبتدي نشوف المود اوف انفكشن. برضه الانفكتيف ستيج اللي هي التروفوزويد ستيج بتدخل ازاي؟
بلاست ستريم لحد ما توصل برضه للبرين. يبقى دي وان ميثود اهي دخلت على البرين. الاذر ميثود لو احنا في جرح في ايدنا او جرح في الميوكس مامبرين الميوكوزا مع الهواء او اي ميه مش نظيفه بنتشطب بيها تروح داخله الاكانسانيبه برضه على البلاد ستريم ومنها توصل للبرين. يبقى الالسريت سكين الميوكوزا تدخل مع البلاد وتوصل للبرين. ايه اللي بيحصل؟ ادي التروفوزايت اهو ماشي اهو. لما بيوصل للبرين بيعمل ايه بقى؟ شايفين؟ بتعمل فصائل، تعمل حفر كده ويبقى التروفوزايت قاعده فيها بتمالتيبلاي فبتعمل ليجنز. بنقول ان في جرانيولوماتس اميبيك انكفالايتس. يبقى شكل البرين دامج مختلف عن شكل البرين دامج في حاله الاجلال. في النجلال يا في ديفيوز مننجر انكفالايتس ديفيوز انفلاميشن في كل البرين والمننجيز، هنا بتبقى فصائل كده والتروفوزويتس قاعده والانفلاماتوري سيلز حواليها ده اللي بنسميه جرانيلوما، وبتبقى في كذا فوكس في البرين والحته الموجوده فيه طبعا بتبقى دامج. خلاص؟ طيب النوع الثاني بقى بيدخل ثرو الاي، يعني اي حد اتخبط في عينه كده ففي جرح في الكورنيا بيسهل الاكانثاميبا انها تدخل. تاني حاجه لو غسلنا وشنا بميه ملوثه، وتالت حاجه ودي اكتر حاجه بقى بنشوفها الاستعمال الكونتاكت لينس اللي بيحطها ما بيهتمش بالنظافه بتاعتها، بيبقى عليها الاير كونتامينيتد والاكانثاميبا وانا بحطها على الكورنيا فبتسهل ان احنا نبقى انفكتد. يبقى وارد contaminated contact lens دي الموست كومن ميثود بالانفكشن بالاكانسانيبا. اهي هنحط الكونتاكت لينس، شوف الكورنيا كلها بتلتهب وبتعدم وبتأفكت الليشن. الليشن هنا بنقول عليه اكانسانيبا كيراتايتس. كيراتايتس معناها انفلاميشن اوف الكورنيا نتيجه الاكانسانيبا. خلاص؟ يبقى النجلاريا بتأفكت البرين والمننجيز بتعمل ديفيوز انفلاميشن ورابيدلي فيتال. الاكانثاميبا في نوع بيدخل البرين ويعمل فيه فوكال ليجنز ونوع بيأفكت الكورنيا. نيجي نشوف بقى اللي بيأفكت البرين اهو عملت فصائل. العيان هيشتكي نفس تقريبا الشقة بتاعت النجلاري، يعني برضه هيبقى عنده هيدك، هيبقى عنده نوزيا وفوميتنج نتيجة افكشنز، عنده برضه ستيفنس رقبته مش قادر يحركها، كونفالجنز برضه حسب الليجن موجود يبقى في افكشن في البرين. بس الاختلاف ايه بقى؟ ان الحاله هنا ما تبقاش اكيوت قوي زي بتاع الاجلاليا، يعني ممكن يسافر فور ويكس فور مانثس فور ييرز على حسب كميه الانفكشن اللي خدها، فبالتالي العيان ما بيموتش بسرعه زي العيان اللي بيتصاب بالاجلاليا. انما لو اللي اتصاب ده حظه سيء ان هو اميونو سبريست، في الحاله دي بتبقى صورته زي بتاع الاجلاليا بالظبط. يبقى لو اتصاب بالاكانثاميبا ان ايدز بيشنت برضه الديزيز هيبروجريس فيري كويكلي ويبقى رابيدلي فيتال زي عيان الميجلان. طيب دلوقتي عشان ما ننساش هنعمل كومباريزون كده بين عيان اتصاب بالميجلانيا وعيان اتصاب بالاكانثاميبا وبوث افكتد البرين. تمام؟ اول حاجه الديزيز اللي هتعمله الميجلانيا ده ايه؟ ديفيوز مننجو انكفالاتس. تمام؟ طيب الديزيز اللي هتعمله الاكانثاميبا عباره عن ايه؟ نسميه ايه؟ فوكال فوسايل جرانيولوماتس ليجن اوكيباين البرين. دي الفرق بين النوع الليجن هنا ونوع الليجن هنا. تاني حاجه الديزيز بتاع الاجلاليا ده رابيدلي فيتال بيت على طول في خلال اسبوع بيكون العيان دار. هنا ممكن يقعد suffering for weeks, months, or even years. النجلاليا لازم وانا باخد هيستوري من العيان اعرف ان هو كان في اليومين اللي فاتوا كان عنده تمرين سباحه، كان راح في حته، المهم لازم يبقى في كونتاكت بالووتر، كان بيسويم اني تايب اوف contaminated water. عيان الاكانثاميبا مش شرط ان هو يقول ان انا غسلت وشي بميه contaminated او كنت في اليومين اللي فاتوا swimming in water. بعد كده الديزيز بيبروجريس ازاي؟ تاني في النجلاري من النوز للميوكوزا الكريبي فورم بلين الاولفاكتوري نيرف للبرين والمننجيز. انما في حاله الاكانثاميبا يا اما من اللور ريسبيراتوري تراك
يا اما اثر على السكين والميوكس ممبرين ومنها على البلاد ستريم ومنها على البرين. تمام؟ لور ريسبيراتوري تراك سكين وميوكوزا على البلاد على البرين. اخر بقى بوينت اوف كومباريزون، نوعيه العينين اللي بيجوا لنا عندهم نجلاريا بيبقوا عاده تشيلدرن او يانج ادلتس. عيانين اللي بيجوا لنا عندهم اكانسانيدا انفكشن بيبقوا ناس اولد ايج، ناس ديبليتيتد، ناس عندهم كرونيك ديزيزز. ده المين ديفرنسز بتوين نجلاريا وين افكتس ذا برين اند اكانسانيدا وين افكتس ذا برين. نيجي بقى نشوف نشخص ازاي العيان الاعراض متشابهه في 60 حاجه ممكن تدي كونفالجنس لانتهاد الاستيفنس اوف ذا نيرف. عشان نتاكد انها سببها ديز بروتوزوا بنعمل ايه بقى؟ اول حاجه الحاجه اللي هتوجهنا ناحيه النجلاريا لما اتكلم مع العيان اعرف ان في هيستوري ان هو نزل في سويمنج بول او اي ناتشرال ووتر. السويمنج دي مهمه قوي. نيجي بعد كده هناخد عينه من السي اس اف ونشوف فيها الاكانسامين سوري النجلاريا. ممكن افحصها مباشره تحت الميكروسكوب وممكن اخدها احطها مش في كالتشر بقى ارجعها لاصلها احطها في ميه ووتر. لما احطها في ووتر الاقيها بقى ابتدت تعمل بقى شويه فلاجيليت شويه سيست واشوف الديفرنت ستيجز. يبقى افحصها مباشره سي اس اف واشوف التروفوزويد او احطها في ووتر والاقي قدامي الديفرنت ستيجز البارازايت عمال يمالتيبلاي لانه رجع للاصل بتاعه. تمام؟ يا اما احطها في الكالتشرز بقى سبيسيفيك كالتشرز في المعمل بتخلي النجلاريا تو مالتيبلاي. لو كنا كمسامين هنلاقي نفس الحكايه برضه السامبل هاخدها من السي اس اف مش شرط زي ما قلت لكم يجيب سيره ان هو كان سويمنج. وفي السي اس اف ممكن اشوف التروفوزايت والسباين ممكن اشوف السي ستيج اون اولسو. خلاص يبقى ده هاو تو دايجنوز نجلاريا او اكانسليما. السامبل ذا سيم سي اس اف سيرابرو سباينال فلويد. التريتمنت بقى ايه؟ الحقيقه في البوست نجلاريا واكانسليما معظم الدكاتره بيقولوا ما فيش دواء يعني افكت. فدي حاجه باري باري نو ساتسفاكتوري. في بالنسبه للنجلاري في بعض الدكاتره قالوا العيانين بتوعهم اتحسنوا لما اديناهم انفوتيريسين بي يا اما في البرين انترافينس يا اما في السيريبرو سباينال فلويد مباشره تكيل ذا تروفوزويد. يبقى از ستار نو ساتسفاكتوري تريتمنت. بعض الدكاتره بيقولوا اتحسنوا العيانين بتوعهم على الانفوتيريسين بي. اكانسامينا دي بتبقى اوحش لان البارازايت بيعمل ليشوز كده حفر حفر في البرين فدي بيبقى علاجها عاده جراحه. بيدخل بقى العيان في اوضه العمليات الدكتور بقى الحتت اللي فيها ليشوز دي بيقشرها كده بيفضيها شايفين كده. وبعدين علشان نتاكد ان مفيش اي تروفوزايت موجوده بيروح حاطط كيتو كينازول ده تو كيل اني تروفوزايت ستيل فاوند ان ذيس ليجن. طبعا العيان ده بيبقى سفرين طول عمره لان الحتت دي خلاص حصل فيها دامج. تمام؟ وبيدوا ساعات انتي بايوتيك علشان ما يحصلش بكتيريا انفكشن وتبقى الامور دخلت من بروتوزوا دخل بكتيريا كمان. يبقى ده التريتمنت اوف نجلاريا اور اكانسامينا وين داي افكت ذا برين اوف مان. الحقيقه لازم نبقى عارفين ان الفري ليفنج اميبا مصدرها الميه الملوثه او الهواء الملوث. لازم اي ووتر ندخلها سواء سوين بولز او ناتشرال ووتر يبقى عليها اشراف صحي تمام بحيث ان هي دايما الميه دي بتتجدد دايما بيتحط فيها حاجات تكيل اني كايند اوف اميبا علشان يبقى سيف او تشيلدرن لما يخشوا تمرينات السباحه والحاجات دي نبقى سيف وما نخافش عليهم يحصل لهم ذيس فيتال انفكشن. ونقدر نزود نسبه الكلور في الووتر تكيل ذيس فيتال اميبا. يتفضل لنا بقى نقول ايه الاميبا لو وقع افكتد الكورنيا هيحصل ايه؟ اللي زي ما قلنا بيجي ميه دخلت ملوثه بعد دخلت الاكانسامينا في عينه اتخبط في الكورنيا من تراب حط كونتاكت لانس واللانس دي كونتيننج الاكانسامينا يبقى دي المين كوز اوف انفكشن. هتعمل انفلاميشن في الكورنيا ممكن تنتهي بالسر ممكن يحصل بيرفورا
اوبريشن للكورنيا، العيان هيروح لدكتور الرمد بيشتكي من سيفير بين والفيجن بتاعه افكتد. دي اقصى حاجه يحصل بيرفوريشن رايت، الكورنيا بقت بيرفوريتد. العيان هيروح يقول ايه؟ كلينيكال برزنتيشن، يا دكتور عندي الم شديد في عيني ومش قادر اشوف كويس، في افكشن اوف فيجن. لو العيان ده ايدز الاي جروب كلها هتبقى دامجد، وطبعا دي فيري سيريس. هاو تو دايجنوز الاكانثاميبا هيرو؟ فبيجي الدكتور الرمد بيجي في مشرط مخصوص كده ويعمل سكرابنج للكورنيا، والسكراب ده يا اما يفحصه ايميديتلي ويشوف الاكانثاميبا، يا اما يحطه في كالتشر عشان يكترها. المهم العينه اللي باخدها بتبقى هي دكاتره كورنيا سكراب، هي دي اهم حاجه. اخد كورنيا سكراب يا اما افحصها دايركتلي واشوف البارازايت الاكانثاميبا، مش قادره اروح احطها في كالتشر عشان اعملها مالتيبليكيشن واقدر اشوفها بعد كده بسهوله. كده شخصنا العيان اللي قدامنا اللي عنده اي افكشن او كورنيال انفلاميشن او السر اللي سببها الاكانثاميبا. هديله العلاج عباره عن ايه؟ هديله احنا قلنا هناك كيتوكونازول، هنا اسمها ايتراكونازول اورال يعني باي ماس، وكمان احط له حاجه في الاي، احط له اطراف اسمها ميكونازوتوبيكال يعني اي دروبس. تمام؟ وفي عيانين اللي بتبقى الكورنيا خلاص في حته كبيره دامج لازم يتعمل له ترجيع قرنيه بكورنيا ترانسبلانتيشن، دي في الفيري سيفير كيسز. نحمي نفسنا ازاي؟ اهم حاجه الكونتاكت لينزز دي نهتم بيها جدا تبقى نظيفه وما نشتريهاش في اي حته، لازم اماكن معروفه بتبقى فيري جود كواليتي، وعشان العين دي حاجه مهمه قوي. وفي ناس بينضفوا الحاجات الكونتاكت لينس في البيت بحاجات هوم ميد كده، ما ينفعش. كل كونتاكت لينس لازم يبقى معاه محلول مع يعني ويل نون ان هو ده بينضف اللينسز كويس، واستعملها فيري كيرفلي علشان احافظ على عيني ما يدخلهاش الاكانثاميبا وتعمل لي دامج للفيجن بتاعي. كده خلصنا الترايكوموناس والفريمينج امينا. فيهم اي سؤال؟ تاني سهل خلاص؟ هنحل شوية حاجات. يلا. The trophozoite is the infective stage in اهو نقول بسرعة كده. اوكي؟ Infection with the following parasite causes corneal ulcer. طبعا احنا فاكرين دلوقتي عشان احنا لسه سامعين الشرح. احنا اللي بنعمل كله كله هيخش في بعض. على فكره اللي حضر معايا امبارح تقريبا سوما كروزي بتاعت الاي تمرين الرومانا ساين، بس بتعمل ايه؟ انفلاميشن في الكونجنتايل مش في الكورني. تمام؟ انفيسيف ستيج بتاع الكلاريا. في حد اسمي؟ في حد يقول رأي تاني؟ خلاص؟ الترومبوزايد ستيج ممكن يبقى فلاجيليت واميبويد، اللي يعني انفيجن الاميبويد ستيج. ذا بروتوزوم بارازايت بتاعت اسيست ستيج. كل دول لهم سيست ستيج ما عدا. اوكي؟ بما انكم بقى تعبتوا مستعجلين الكيس دي المفروض ان اظن دكتوره منى كانت حطت على الويب سايت بتاع الكليه الكيس دي، كانت جت حاجة قبل كده عن الكيس دي عن التراكوفولس. خلاص اللي عاوز يبص عليها يبص، وهتحب اقولها ولا لا؟ اوكي. الكيس جت كده، دي كانت خمس نمر في اخر السنه. young married female was complaining of vulvar itchy burning dyspareunia frequency of menstruation. on examination vulvar erythema profuse discharge vagina and vaginal wall inflammation were noted. بعد